السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، السمان ده عمره 20 يوم دلوقتي. طبعا انا خرجته من الحضانة للسلاكة بعد 15 يوم بالظبط، يعني يوم 15 خرجته للسلاكة. طبعا يا جماعة مع مراعاة ان احنا بندفع عليه المكان، يعني ما يتعرضش لتيار هوا برضو، لانه يعتبر لسه صغير سنا، ولو اتعرض لتيار هوا ممكن يعيا مننا. طبعا بننزله كتحصينة يا جماعة لما ناخده من الحضانة للسلاكة مضاد حيوي 3 ايام ورا بعض. يعني بنراعي ان احنا نحط له مضاد حيوي 3 ايام ورا بعض. ليه؟ لان بنحافظ عليه وعلى جسمه ان يحصل له اي ضرب من تغيير الجو بين الحضانة وايه والسلاكة. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين انا حاطه لهم سلك تحت رجليهم، لان طبعا لما بنحطهم في السلاكه مباشره كده يا جماعه على سلك السلاكه بتبقى حاده جدا يا جماعه وبتعور رجليهم. فاحنا يعني الحمد لله بقالنا حوالي سنه بنحط تحت رجليهم السراند ده، الفتحه بتاعته متوسطه يعني لا كبيره الفتحه بتاعته ولا صغيره، بحيث ان هي ايه تنزل الفضلات بتاعتها. وكل فتره كده يا جماعه بشيلها ابوشها واغسلها، مش بسيبها كده على طول، لا يعني كل فتره، لان طبعا الفضلات بتنزل، حتى لما بتنزل منها من تحت بيبقى في لازق في ظهر السراند ده بعض من الفضلات، فلو سيبناه مره على مره على مره فبيتراكم تحته من تحت. فاحنا كل فتره كده باخده ابوشه واغسله واخليه زي الفل واقوم حاطه لهم تاني لكل السلاكات عندي، مش دي بس. يعني طبعا مع مراعاة يا جماعة ان احنا بنحط لهم اللمبة برضو فوقهم، يعني انا حطتها لهم مدة 5 ايام من فوقهم من هنا من بره يا جماعة، بحيث ان هم برضو يتدفهم، لان طبعا من مكان لمكان هيقعدوا يصرخهم ويبقوا سقعانين وهيبقوا مستغربين المكان. فبتبقى اول اسبوع ليهم في السلاكة بعد الحضانة او 3 ايام بتبقى مشكلة جامدة جدا معاهم، بيبقوا مش عارفين يقعدوا، مستغربين المكان، قاعدين يصرخهم. فاحنا بنبقى عيننا عليهم على طول يا جماعة. طبعا احنا يا جماعة طبعا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان 15 يوم الاولانيين بتبقى اهم فترة في حياة السمان، ولكن لما بنحطه في السلاكة برضه يا جماعة مش بنسيبه وننساه كده، يعني بنبشر برضه عليه، بنشوف عينيه، في حد عينيه ورمة، في حد من قاره اتكسر، في حد متعور في جناحه، في حد متعور في رجليه، لان طبعا في الفتره دي بيبقوا خايفين جدا وبيبقوا يطيروا يا جماعه للسقف ويحدفوا نفسهم اي خبطه اي رزعه، لان طبعا لسه يعتبر اطفال صغيرين لسه مش عارفين المكان كويس، فبيحصل مشاكل من دي كتير. فعيننا عليهم بقى، حد عينه بتوجعها، انا يا جماعه والله يعني كان عندي سمان عينها بتوجعها وبتدمع كده وحاسه ان هي ورمه شويه. طبعا عارفين البرزولين ده اطره مضاد حيوي، بنجيبها من الصيدليه، هي ب9.5 جنيه، كانت هي عندي يعني، فحطت لها في عينيها يومين ورا بعض. فزي ما قلت لكم كده يا جماعه قطرت لها في عينيها لمده يومين، والحمد لله عينيها راقت بالبروزلين باذن الله. فاي مشكله في العينين لو لقيتوها مثلا متورمه شويه او بتدمع، فاحنا بننزل لها بالقطره دي، يعني ما شاء الله بتجيب من الاخر يعني الحمد لله. طبعا مع مراعاه النظافه يا جماعه باستمرار تحتهم، ما يكونش في اي فضلات، يعني انا بنظف يوميا ليهم. طبعا هم لسه صغيرين، عمرهم دلوقتي 20 يوم، فالعلف بطحن نص طحنه يا جماعه، مش مطحون قوي. طبعا لو هم اقل من 15 يوم فلازم العلف بتاعهم يكون مطحون ناعم جدا عشان يعرفوا ياكلوه. لما بيعدوا ال 20 يوم او يبقوا على سن 25 يوم كده بنبدا ان احنا نوقف لهم العلف الناعم ده، لان طبعا بيبقى يتحشر في ظهورهم لانهم كبروا، فبندي لهم العلف الحبه الكامله. يعني انت زمان لو حضراتكم هتشوفوا كده معايا، انا العلف ده مطحون نص طحنه، يعني يا دوبك لفه بسيطه كده في الكبه، يعني لحد ما يتم ان شاء الله ال 25 يوم هبدا ان شاء الله انزل لهم بالحبه الكامله عشان يعرفوا ياكلوا، لان لو هي اقل يعني لو مطحونه بتتحشر في ظهرهم وعن تجربه ويشنقهم ويبداوا يكحهم، لان بتلزق في سقف حلقهم او في ظهرهم، يبداوا بقى عايزين يشربوا ميه وبيحصل ممكن يشنقوا ويموتوا. فلذلك احنا لما بيتم ال 25 يوم بننزل لهم بالحبه الكامله.
يبقى انا كده عرفنا ازاي لما بننقل السمان عندنا من الحضانه للسلاكه ايه اللي احنا بنعمله معاه علشان ان شاء الله يبقى بصحه جيده باذن الله. واي سؤال او استفسار انا تحت امركم، وهسيبكم تتفرجوا كده على السمان وحياته مع بعض بيكون شكله عامل ازاي.